قلما يتنكر إنسان لأصله، فكيف إذا كان ينحدر من تاج الدنيا وجذورها الضاربة في أعماق التاريخ؟ القيادي الإخواني المصري الهارب مدحت أحمد الحداد تنكر لأصله وصار تركياً، أما اسمه الجديد فهو عبد الله ترك. لو منح أردوغان الجنسية التركية للحداد وحده لقيل إنه يريد الاستفادة من الثروة التي فر بها من الإسكندرية إلى تركيا، لكن أردوغان أراد تجنيس الإخوان المجرمين الفارين من العدالة، الحداد وزوبع والغامري والعاشري وعبد المهدي سامي ومحمود حسين وخلف أحمد وعشرات القيادات الإخوانية تلهث لتبديل جلودها. تبدل سلطات أردوغان الأسماء الحقيقية لمتزعمي التنظيم الإرهابي وتستبدلها بأسماء تركية ليسهل تحركهم في كل بقاع الأرض وممارسة نشاطهم الإجرامي من جديد. دخلوا علينا وراحوا زعيين وراحوا داخلين بأزاز المتوف، حرقوا المحافظة كلها. منذ عام 2016 مهد أردوغان لمنح الجنسية التركية حين أعلن من محافظة كيليس على الحدود مع سوريا أنه سيمنح الجنسية للسوريين. يهدف متزعم الإخوان من وراء منح الجنسية إلى تغيير الديمغرافيا التركية ومحاصرة المعارضة لزيادة عدد الناخبين لحزبه العدالة والتنمية وتهديد الغرب والشرق بقطيع من المجرمين. في كل عشية وضحاها يتسبب أردوغان بإهانة الشعب التركي، فمن إبداعاته تحويل الجنسية التركية إلى سلعة رخيصة يبيعها للمستثمرين أيضاً. بمغامراته في سوريا وليبيا والعراق والقرن الإفريقي والقوقاز أفقر أردوغان الشعب التركي، وللتعويض راح يبيع الجنسية للمستثمرين، فحكومته حصلت على نحو ملياري دولار بعد أن منحت خلال العامين الأخيرين الجنسية التركية لأكثر من 7000 شخص مقابل أن يشتري كل واحد منهم عقاراً في تركيا بقيمة 250,000 دولار. Onurumuzu kıran satışlar başladığından beri şu ana kadar 7312 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Kimler rağbet etmiş? En çok İranlılar, Iraklılar, Afganlar. Parayı basıyorlar 250.000 dolara, hem Türkiye'de mülk ediniyorlar hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyorlar. Kırıcı ve bu kadar ucuza dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlık satan ülke yok. احتار العالم في صنعة الرجل، هل هو تاجر أم مقاول أم سبسار أو أنه ما زال رئيسا لتركيا؟ المعارضة التركية تعتبر تصرفات أردوغان وحزبه إهانة للأمة التركية، حتى غدت جنسية بلادهم هي الأرخص على وجه الأرض. استبد أردوغان برأيه فتاجر مع داعش بالنفط والأثار، تاجر مع إيرانيين وأفغان وسوريين بجنسية بلاده، تاجر مع المستثمرين والإرهابيين، كل ذلك وحال الأتراك من سيء إلى أسوأ. فهل ينفذ صبرهم أم ينتظرون الأقدار كي تعيد لهم حقهم؟